اهلا وسهلا بيكم في قناة بوستي كروشيه. هنعمل النهاردة كنا عملنا ورود وفراشات قبل كده، هنجيب طبقة هنلزقهم فيها، نجيب اي طبق استك بالشكل اللي احنا حابين نلزقه، بنلزقه بيدي شكل جميل قوي للتوكة. هنجيب مسدس شمع، هنجيب اللي هي الفيونكة من ورق أو الوردة أو أي حاجة احنا عايزين نلزقها، نلزقها بالشكل ده كده، هتدي شكل جميل. الفراشات والورود دي كنت عملتهم في فيديو قبل كده على القناة، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. هي فراش ورود صغيرة ممكن نزين بيها اي حاجة. رسالتك بسيطة، عملت توك جميلة قوي. تكون معانا بالشكل ده كده، لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.